بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. نبدأ درسنا من جديد. مطلع سورة يونس. قوله عز وجل: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. طبعا في الحصة السابقة رأينا ما بين السورتين، بين سورة التوبة وسورة يونس عليه السلام. ألف لام راء، هذه من الحروف المقطعة فيها التقليل قولا واحدا، ولا علاقة بين ألف لام راء وبين البدل، لا علاقة، يعني لا وجه يمتنع. فعل قراءة ألف لام راء بالتقليل ثلاثة البدل في آيات لا يترتب عليها شيء. آيات، هذا بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة. الحكيم، هذا مد عارض للسكون. على قصر البدل لنا في الحكيم ثلاثة العارض، وعلى توسط البدل التوسط والإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. عجبا أن أوحينا، نقل حركة همزة في الموضعين، أوحينا إلى مد منفصل في الإشباع، منهم أن أنذر صلة ميم الجمع وهو عبارة عن مد منفصل في الإشباع، أن أنذر نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها، آمنوا بدل في الأوجه الثلاثة معروفة وفي مد منفصل في الإشباع. ننتبه إلى الدال من صدق حتى لا تفخم الدال أو تنتقى ضاد. كذلك عند ربهم حتى لا تفخم الدال، لأن بعدها راء مفتوحة مفخمة. قال الكافرون، راء مضمومة قبلها كسر طرق قراء. قرأ نافع لسحر مبين بكسر السين وإسكان الحاء. حفص كمثال قرأ لساحر مبين. إذا على قصر البدل في آمن ولنا في مبين ثلاثة العارض، وعلى توسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في المد العارض للسكون. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن ربكم، نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها إن وصلنا الآيتين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. والأرض، نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها، ثم استوى وجهان فتحا واستقلالا لأنه مدوات الياء، وفي الابتداء نبتدئ بكسر الهمزة، استوى على العرش فقط اختبارا. يدبر راء مضمومة قبلها كسر طرق قراء. يدبر الأمر، نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها. ما من شفيع إلا، نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها. أفلا تذكرون، قرأ نافع بتشديد الذال. إذا على الفتح في ثم استوى لنا في تذكرون ثلاثة العارض، وعلى التقليل بين في استوى لنا في تذكرون توسط وإشباع. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وعد الله حقا، إنه، نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها. ننتبه إلى ليجازي، ننتبه إلى الجيم والزاي. آمنوا بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، وعذاب أليم، نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها. نفس التحرير على قصر البدل لأن ثلاثة العارض في يكفرون، وعلى توسط البدل التوسط والإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في المد العارض للسكون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل
وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، نفصل الآيات لقوم يعلمون. ضياء مد متصل في الإشباع، وقدره ننتبه إلى الدال حتى لا تصبح ضادة. منازل لتعلموا، ننتبه إلى اللام من منازل واللام من لتعلموا حتى لا يقع اختلاس أو إدغام اللام في اللام. منازل لتعلموا، نفصل قرأ نافع بالنون، نفصل حفص كمية القراءة يفصل. لايات بدل مغير بالنقل في الأوجه الثلاثة، إذن على قصر البدل في لايات لنا في يعلمون ثلاثة العارض، وعلى توسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. طبعا إذا ابتدأنا بهمزة وصل الآيات لنا ثلاثة لنا ثلاثة البدل قصر توسط إشباع، وإذا ابتدأنا باللام نبتدئ فقط بالقصر لايات. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إذا ابتدأنا نبتدئ بكسر الهمزة اختلافي، لأن ثلاثة الفعل مكسور فقط هذا اختبارا، والنهار التقرير قولا واحدا، والأرض نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها، لآيات بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة. إذا على قصر البدل في لآيات لأن في يتقون ثلاثة العارض، وعلى توسط البدل التوسط والإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. هذا ما فتح الله علينا عز وجل في هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.